الكلام عادي مرق على راسي ولي فوزية. بدك تدبري راسك. الله يوفقك يا عبد الناس. يعني أنا شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟ والله أنا ما بفهم. بدك تدبري راسك شلون؟ ما بعرف. بدي مصاري وهلأ. بوس إيدك يا كداس، بوس إيدك. أجل هلأ، أجل. شو أنت ما عم تفهمي علي؟ أنت اللي ما عم تفهم شو عم بصير معي. ما بعرف ولا بفهم. بدي مصاري. شلحي سوارة من أساور إلي إيدك، شلحيه. شلحيه؟ ما بقدر، مستحيل. هادي لشوف. شلحي واحدة واحدة بس، شلحيه. خلاص خلاص خلاص، بس ودي صوتك. شايفة قديش تأخرت على الباب؟ شايفة، يبعت للعية إن شاء الله. شو يخلصني منك ولا فوزية؟ كداس، بوس إيدك، ريحني بقى، ريحني. شوفي شو بدي. شو بدك تقول؟ قول. أنا ما عندي شي أخسره. إذا صار من عرف يلي صار بيناتنا، أنت اللي حتخسري كل شي. أنا ما حأخسر شي. بجوز تخسري حياتك، وأكيد حتخسري ابنك إذا جوزك أبو عامر دري بكل شي. بوس إيدك يا كداس، بوس إيدك. استور هالمستور، استور هالمستور. رح استور، رح استور، بس بدي مصاري، بدي مصاري كتير. انت ما بتعرفي شو صاير معي. خلص فهمت، فهمت. شهيرة خانم، شهيرة خانم. شوفي مطيرة. بس كنت اقول لك. شوفي. خلص خلص، ما في شيء. لا في شيء. لا خانو، ما في شيء. فوزيه، شو بعت لنا ابن عمي؟ بعت لنا لحمه الطبخه. يعطي الله مطيعة. خدي كامله. تعي عاونيني تقبريني. تعي. في شي شهيرة خانم؟ سلامتك فوزي، سلامتك. ايه؟ ليش هيك عم يتطلعوا فيني؟ معقول يكون حسوا بشي من ورا وقفتي مع كداس؟ يا ربي، شلون بدي ما خلي حدا يعرف بنقص المبرومة؟ شلون؟ شلون دراستك بخجلك ابني؟ الحمد لله يا ابي. الحمد لله. عم تدرس ولا ماضية لعب مع رفقاتك؟ عم نلعب يا ابي، بس مو كتير. عجبك؟ هلا المهم تنجح بالقراية والكتيبة مشان حطك بالمدرسة السنة الجاية. عمرك يا ابي. بكره بس يكبر عامر بدي خليه يطلع يدرس برات البلد. شو بده يدرس برات البلد؟ يو شو بده يدرس؟ بيدرس يا حكيم يا مهندس. شو يا ابي؟ بتحب تطلع حكيم ولا مهندس؟ لا يا بي، بدي يطلع انا عسكري كبير. عجبك عسكري كبير؟ ايه يا بي، بدي يطلع عسكري كبير. ان شاء الله ان شاء الله، من هون لتكبر ما بتعرف رب العنيش شو كاتب لك. ساوي له مثل ما بده اخي، بركي بيقلع الفرنساوي من عنا. قلتك. كامله؟ شو صار بالشاي؟ يلا يلا رح اجيبه فورا. فكر اني رضيانة تتجوز حدا بعدي يا ابن عمي. لا، مالي رضيانة. ولا رح ارضى تجي وحدة وتعيش معك هون، لا زهرية ولا خيرة. اصلا انا ضرايري مضيعة وكاملة، عم بعمل فيهم كل هاي العمايل بس مشان ما حدا يجي ويفوت وينام بهاي الاوضة. هيك
بهي البساطة بدي خلي زهرية تنام بدالي. لا والله لا والله. شبكي كاملي شايفتك مو على بعضك. ماني رضيانة ابن عمي يتجوز. غيرانة ولك كاملة؟ اي والله رح اطق رح اطق يا شهيرة خانم. معلش الله يهدي بالك ويسر أموري وينولك اللي ببالك يا رب. آمين يا رب العالمين. يولد مع حق تغار. المرة بتغار من الضرة. والله الضرة مرة. يو دواء؟ ولشو هذا الدواء؟ هذا الدواء بتشربيه منه للعروس بآخر العرس وهي قاعدة على الأسكي مشان تخلصي منها. يو بدك يعني سممها؟ هذا سم فيران خفيف كتير، يعني بتمرض لها كم يوم بتقعد بالفرشي على انها مريضة وبعدين بتموت لحالها، لا من شاف ولا من دري وما حدا حيحس عليك. القداس ليش بدك يعني يقتلها؟ يا جدبة مش كان ضليت مع جوزك شهر واحد بس رح تنكشفي وساعتها رح تروح عليكي ورح تروح على الولاد. ايه لك شو ايه؟ يعني رح نروح فيها انا وانتي. فوزية يعني رح تخسري كل شيء، رح تخسري حالك ورح تخسري ابنك، وانا ما بدي اخسر شيء لا انتي ولا عامر. بس هي هيك رح تموت. تموت الناس كلها وما تنمس شعرها لا منك ولا من عامر. لا أنا خايفة خايفة. لا تخافي شغلة بسيطة كتير. رشة صغيرة من هذا الدواء بكاسة شراب الورد بآخر العرس، تنطرح بالفرشة شهر على أنها مريضة ومعلولة، بتموت لحالها لا من شاف ولا من دري، بتضلي أنت على ما أنت ست البيت والوردة كلها بتروح لعامر. احمي حالك واحمي ابنك يا فوزية، وإلا راح تخسري كل شيء. مو بس راح تخسري كل شيء، راح تخسري روحك وروح ابنك ويكون بمعلومك. إيش كان من كشفتي أنا راح أخطف عامر وهرب وراح تعلقي لحالك. لحالك راح تعلقي. عطر هديني